ديال كل المناضلين وديال كل المناضلات ان يشتغلوا بهذا المنطق اللي تهمنا، وهو الانتقاد ديال السياسات، الانتقاد ديال المواقف، التقويم ديالها، الدفاع على مواقف، الدفاع على السياسات، ولكن الابتعاد، كل الابتعاد عن الاشخاص ديالنا، الاخوان ديالنا والاخوات ديالنا، نحسبهم ونحسبهم انهم كلهم سابقين وانهم نياتهم سابقه، وعلى هذا الشيء اجتمعنا. الى وقع شويه ديال الخلل في هذا الشيء خصنا ما نبقاوش كحزب. لذلك فينبغي ان نحافظ على مؤسساتنا وان نحافظ على وحدتنا وعلى اخوتنا بهذا المنطق. ما حناش جوج ديال الفرق، نحن فرقه واحده يشد عضد بعضها البعض، والهدف ديالها واحد، هو ان هذا الحزب يقوم بالدور ديالو كما يجب. غادي نختم بهذه القضيه ديال الى استحضرنا هذه السلبيات باش نعالجوها ونستفدوا منها، ولكن كذلك فهمناها شنو هي، يعني قمنا بتبيئتها وبوضعها في سياقها، وإذا استحضرناها بهذه الايجابيات اللي هي تراكميه، هذا الحزب من المواقع، من مختلف المواقع ديالو تراكم هذه الايجابيات، شنو خصنا نديروا اليوم؟ بطبيعه الحال انا تكلمت على المستوى الداخلي، خصنا نبقاو حزب ديال المؤسسات، وخصنا نبقاو حزب خوت، وخصنا نبقاو حزب موحد، وهذا كل واحد منا عنده دور اللي كيساهم فيه. ولكن كذلك ما غاديش نبقاو داينا غير في راسنا، بما انه 28 شاف نبقاو مقادين غير راسنا، واش غادي نتسالقوا ولا ما غنتسالقوش، واش غادي نزيد. خصنا نقوموا بالادوار ديالنا، ويمكن الوقت اللي فات ما بين 28 ديال ودابا بين بانه الحزب صحيح انه رتب في المرتبة الثانية، ولكنه حزب بالنظر لما يجري في الساحة السياسية، وبالنظر لما أبانت عنده حكومة الكفاءات، حزب عنده مكان باش يدير التوازن. لذلك عندنا متطلبات وعندنا مستلزمات ينبغي أن نقوم بها تجاه هذه الحكومة. هذه الحكومة اللي هي من النهار الأول راكم شفتوا الطريقة ديال التعامل ديالها، راكم حافظين دابا هذيك الاخوان ذكروا بالقرار ديال 30 سنة، هذاك القرار الأعواج الأعراج اللي وزير سابق قال لي بأنه 85% اللي كانوا تينجحوا قل من 30 سنة، دوك أنت مدتي 15% حيدتي لهم الأمل ديالهم وبدون منطق. شنو المعنى ديال أنه أنا 30 عام قل من 30 عام أنا أستاذ صالح، وأنا 30 عام ونص ولا 31 عام ما بقيتش صالح؟ يعني واحد المنطق عوج. ولكن ليس هذا فقط، اليوم ايها الاخوه والاخوات خصنا نقوموا بالدور ديالنا تجاه هذه الحكومه، لانه المال الذي تقوم به ماشي فقط العوده لعشر سنوات، حتى داك الشيء اللي تدير، هذه القضيه ديال سحب القوانين راكم حافظينها، القضيه ديال التهرب من المساءله البرلمانيه، هذيك الجلسه ديال الفصل 100، الجلسه الشهريه اللي كان تيجي رئيس الحكومه، اللي هي فرصه دستوريه، فرصه دستوريه حقيقيه، ولكن فرصة دستورية حقيقية إلا كان عندك داكشي، إلا كنتي درتي شي حاجة، وإلا عندك ما تقول للمواطنين أن تتهرب منها، وأنت تتوفر على أغلبية كبيرة في البرلمان، أغلبية كبيرة ومقابلينك 13 ديال العدالة والتنمية، أن تتهرب من مسألة المساءلة الشهرية، هذا معناه أنه ضعف، ليس في التواصل. راه كاين البعض اللي تيقول لك رئاسة الحكومة فيها ضعف ديال التواصل، وهذا كاين، ولكن الأدهى منه هو أنه ما كاينش ما تقول، ما كاينش شي حاجة اللي درتي. واش أنت حيدتي 30 عام، شنو غادي تجي تقول للمواطنين؟ سحبتي القوانين ديال محاربة الفساد، لا المناجم، ولا شنو غادي تقول للمواطنين؟ عندك إشكالية ديال الزيادة في الأسعار والارتفاع ديال الأسعار، شنو غادي تقول للمواطنين؟ تقول لهم غتنزل المطيشة من بعد يومين، ودابا هذه سيمانة دازت وحنا ما شفنا لا مطيشة نزلات ولا والو. اش غادي تقول للمواطن؟ اذا كاين اشكاليه حقيقيه ليس فقط في التواصل، ولكن قبل التواصل، اذا كاين هذا الاشكال ديال المساءله البرلمانيه، وكاين اكبر باش تعرفوا ان الحكومه بالفعل عندها مشكله مع التواصل، لان ما عندها ما تقول هي السريه ديال اللجان، ومنع الصحفيين، بالرغم من انه كل شيء تيقول العام زين، ومع ذلك حتى اللي تيقول هذوك الناس كاملين اللي تيقولوا العام زين غير مسموح لهم باش يدخلوا، لان ربما
كاين المعارضه وكاين النواب ونائبات ديال المعارضه اللي غادي يوضحوا الحقيقه للناس. اذا هذه الحكومه اثبتت الضعف ديالها من خلال الامارات ديالها. ولكن واحد المساله واحده اخرى اللي بغيت نرجع لها هي هذه القضيه ديال العقده اللي عند هذه الحكومه في العشر سنوات الاخيره. وهذه الحقيقه هذه العوده ليس فقط واحد الامين العام ديال الحزب. كاين امين العام ديال الحزب صحيح يعود لها اكبر مما يعود لها السابقون. ولكن كاين كذلك الناطق الرسمي باسم الحكومه اللي هو تيجي كل مره ويعرض بالتجربه ديال العشر سنوات الماضيه. وكل ما كان شي اشكال في الشعب تيجي تيقول ودي هادشي داروه لينا العشر سنوات. انا مع السي محمد اللي قال ودي راه شوف دابا ماشي كيستيون ديال 10 سنوات، انت دابا انت في رئاسة الحكومة، هادشي اللي كانوا تيقولوا لنا من قبل، ملي ما كانوش تيديروا شي حاجة تيقول لك اودي لا راه سعد الدين هو رئيس الحكومة، راه عبد الإله هو رئيس الدين الحكومة، تيقول لك حنا ملي غيكون عندنا رئاسة الحكومة، سيدي دابا راه عندك رئاسة الحكومة وعندك رئاسة الجهات والرئاسة ديال الجماعات، ورينا حنا تيديك خدم. حنا فاش جينا في العشر في الأول في أول حكومة ما بقيناش تنتشكاو على الحكومات السابقة. لقينا مشاكل حقيقية ماشي هي هذه اللي خلينا لهم. حنا دوزنا 10 سنين وفي 2020 جات كورونا ومع ذلك خلينا لهم المالية العمومية في أحسن حال. حنا دخلنا في 2012 على العجز ديال الميزانية يقرب 10%، العجز الخارجي يقرب 10%، وما جيناش بدينا نبكيو ضدنا الإصلاحات الحقيقية باش ردينا الاقتصاد للسكة. المقاصة اللي تيجيو دابا تيقولوا هاد الزيادة السبب ديالها هي العشر سنوات، شنو تيبغيو يقولوا؟ تيبغيو يقولوا بأنه حكومة العدالة والتنمية أصلحت نظام المقاصة، وبكل وضوح ألغت الدعم. هاد الإلغاء ديال الدعم كيفاش تم؟ تم بقرار ديال رئيس الحكومة. إذا إلى هاد الحكومة ما عجبهاش هاد الإلغاء ديال القرار ديال الدعم، راه قرار ديال رئيس الحكومة لا يحتاج فيه إلى مجلس الحكومة، هو قرار. إذا إلا كان هذه الحكومة ديال العدالة والتنمية دارت لك المشاكل في الدعم، تملك بورقة لا تتعدى صفحة وتدير هذاك وتترد الدعم. هو في الحقيقة ما يقدوش، لأنه السؤال اللي خصهم يجاوبوا عليه اليوم ماشي هو علاش تلغى النظام ديال الدعم، هو إذا كان النظام ديال الدعم منين غتجيب 40 مليار ديال الدرهم ولا 50 مليار ديال الدرهم. دابا أنت عندك العجز ديال الميزانية تقريبا 5%، منين غادي تجيب 40 مليار ديال الدرهم ولا 50 مليار ديال الدرهم؟ ولا لا قدر الله إذا مشات ارتفعت الأسعار أكثر مما هو عليه منين غادي تجيب هادشي؟ بالتالي هذا واحد القرار اللي هو كان قرار صحيح قاسي ولكنه قرار حكيم لإعادة أعادة للميزانية التوازن ديالها، ولكن كذلك فتح المجال لتمويل سياسات اجتماعيه. دابا ملي تنقولوا المغرب تيدير الاستثمار ومازال المعدلات ديال الاستثمار، والاستثمار هو الشغل. ملي تنقولوا الدوله الاجتماعيه وتعليم الحمايه الاجتماعيه اللي خصها 51 مليار ديال الدرهم، وكان ما درتيش الاصلاح ديال المقاصه، منين غادي تمول التعميم ديال التغطية الصحية والتعميم ديال النظام التقاعد والفقدان الشغل وكذا وكذا وكذا. لذلك الاخوان والاخوات هذا الشيء اللي خصنا نديرو، خصنا ماشي نرجعوا للور، نوضحوا للناس الامور كما هي. والمسألة الأخيرة اللي بغيت نختم بها هو الدور ديالنا، بالإضافة أنه هذه الحكومة نواجهها فيما ينبغي مواجهتها فيه، وندعمها فيما ينبغي دعمها فيه. ولكن كذلك كحزب بالاضافه للتفاعل مع الحكومه نكونوا يقظين وحاضرين على المستوى ديال الساحه السياسيه، باش مره اخرى حنا حزب تنقولوا وندعي اننا حزب المرجعيه ديالو هي المرجعيه ديال البلاد، المرجعيه الاسلاميه،